دولا، ايه ده الكلب ده؟ دولا، هو الكلب ده اللي انا شفته عندك امبارح في البيت؟ اه يا سيدي، هو رانيا اصرت ان انا اقعده عندنا اسبوع فجبته بقى. اه، شخصيتك الضعيفه دايما موجوده في كل حته. يا دولا يا دولا، رانيا تقول لك حاجه تقوم راضي كده هون بالامر الرابع على طول. الامر الرابع؟ طب ايه هو الامر الثالث؟ انت اي هيصه جاي فيها وخلاص. المهم يا سيدي، عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البازار. لا يا دولا، بص يا عم، احنا الارفف عندنا كلها زحمه يا عم، والدنيا حر، والتماثيل مش طايقه بعض اصلا. وانت فكرك ان انا هحط الكلب ده على الارفف؟ يا غبي يا غبي، عايزين نعلقه في حته يعني. اه، ايه رايك يا دولا احنا نعلقه هنا مطرح الطبله دي؟ اشنقه بقى مكان الطبله؟ لا 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 لا، بص اقول لك حاجه، خليه على المكتب زي ما هو قاعده. الا قول لي يا دولا، يعني هو انت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب ده هنا عندنا في البازار؟ اه، خليه في البازار، ايه المشكله؟ دولا، مش انت امبارح قلت لي ان الكلب دون يعني بوليسي؟ اه طبعا بوليسي، بس هو انت عارف بوليسي متنكر، يعني عامل نفسه كلب صغير زي ما تقول كده، ايه، كلب بوليسي سري. طب يا دولا بقى، خليه بقى يعني وصيه عليا علشان انا لسه ما طلعتش بطاقه. لا، هخليه ياخد باله منك، بس اهم حاجه انت كمان تاخد بالك منه، شوفه محتاج ايه، يعني نفذ له اوامره. انا يا دولا، تمام يا فندم، تمام. دولا، هو هيعمل ايه بقى هنا بالظبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البازار عادي جدا، يعني انت هتحرس البازار طول الليل وهو يحرس البازار طول النهار. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اشمعنى يعني انا اللي احرس البازار بالليل؟ لان هو كلب صغير يا ابني، ده ينفعش يحرس بالليل يا ابني، ده هو نايم بالنهار اساسا، ده احنا هنصحيه بالليل بالعافية. اه، فهمتك فهمتك. دولا باين عليك ده هو مقتنع بالكلب. ولا رمز، انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه؟ انت سمعتني؟ يخرب بيتك. ما بص بقى دولا، بصراحه يعني انا الكلب دون جاي بقى كده وانا على قطع عيش يا عم. يا عم قطع عيشك ايه بس يا رمز، واي كلام بتقوله يا ده يا رمز، انت غالي عندي، انت بمية كلب يالا. ربنا يخليك ليه يا دولا يا رب. هاو هاو كده، هاو 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 هاو. والنبي انا نفسي افهم يا عادل، انت عملت ايه في الكلب ده؟ هكون عملت له ايه يعني؟ بالعكس، ده بياكل 3 وجبات في اليوم، الواد رمزي ما بياكلهمش يعني. لا، ما هو فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتاكله. حرام عليك يا مفتري، ده عنده انطواء نفسي سايكولوجي وحالته النفسيه متدهوره، ده مكتئب. جرايه يا ست انتي، يعني عايزاه يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك؟ ده حاجه غريبه والله، الكلام اللي انت بتقوليه ده. يا ماما، عامل ايه للكلب مش راضي ياكل؟ انا قلت من الاول موده مش مظبوط. موده مش مظبوط اعمل له ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى، رمزي يعني متولي كل حاجه، بياكله بيشربه بيحميه وكل حاجه. لا انا مصدقاك، اي ما هو واضح ان هو واخد باله منه وبياكله، ده مش بعيد يكون بياكل اكل. حرام عليك، انا مش عارفه بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحاله المزريه دي هتقول علينا عملنا ايه. عملنا ايه يعني؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني، كفايه قوي ان انا مهتم بيه وباكله وبشربه، كفايه منظري بس قدام المعلمين بتوع البازارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له في يمكه حمراء، شكلي وحش. لا والله، انت قد الكلام اللي بتقوله ده. اوكي يا عادل، اوكي، اعتبر الاتفاق انتهى، هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده، واعتبر ان الالف جنيه دي خلاص بح بح. يا راني يا راني، ايه، هنعض في بعض ولا ايه؟ والله بقى انت اللي بدات النباح يا استاذ عادل، اشرب بقى. ازيك يا حته؟ صباح عم رمزي. الحمد لله، ازيك يا دول؟ انت ايه اللي جابك هنا يا ده رمزي؟ ياه يا دوله، زهقت يا عم من قعده بقى البازار، فقلت بقى اجي اقعد في القهوه شويه، ولا يعني الكلب ده احسن مني يعني؟ انت هتزق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا ايه يا ده رمزي؟ بس يا دوله، يعني الكلب ده مش احسن مني في حاجه يعني؟ طب ما انا بحرس البازار زيه بالظبط يا دوله. لا مش زيه بالظبط، هو بيحرس البازار بس، انت بتحرس البازار وبتكسر التماثيل. ايوه بكسرها عشان بفك نحسها، هي ما بتبقاش عايزه تتباع. انا مش فاهم، انت جاي تهبب ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ولا حته. أمورنا معلم رمزي، لو سمحت عايز كوبايه شاي تاني يعني على حساب دول يا حبيبي. انا ايه ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي. اديك قلت اهو بتاعي، يعني انا لسه ما طلبتش حاجه. يا سلام. اتفضل يا باشا. شكرا يا حته. هات يا حته. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتاخد الشاي بتاعي؟ بتاعك ايه يالا، الشاي ده بتاعي انا يالا. بس بس مش عايز اي دوشه. لا مؤاخذه يا باشا، البس صغير ده بقى، مش هنجيب له بقى يعني كراويه حلبه ينسون شويه عصير عظم؟ ولو باشا بيشتغل بالحجاره ده ولا مش بالاكل ولا ايه؟ يا ظريف، ده كلب زميلك ده. ايه ده دوله،
ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي؟ بص ده اصلا كان قطه واخد بالك، بس عمل عمليه تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده، فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله. يا اتريني يا دولا، كل ما اضربه يقعد يناونو. امال ايه بيناونو ده؟ وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي عليه رسم الكلاب ولا ايه؟ لا دولا ده اللبس بتاعي دولا. ياه باين عليك بتحب الكلب ده يا استاذ عادل. اه طبعا لازم احبه يعني، ده برضو روح يعني. طب يا باشا طالما يعني غالي عندك قوي كده ما تعالجه. اعالجه ازاي يعني؟ اعالجه فين؟ اوديه لدكتور نفساني؟ اوديه للدكتور مجد الديل. ايه مجد الديل ده؟ يعني مدام ديل يبقى اكيد بيعالج حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكايه يا باشا. مجد الديل ده هو صغير عضه كلب فراح المستشفى قعد 15 سنه هناك، فبقى تخصص في علاج الكلاب. ايه ده؟ طب ما انا وانا صغير دول عضني كلب عادي يعني. اكيد طبعا الكلب خد 21 حقنه. ايه ده دول انت شرفك يا ابني؟ ما انا عارف، ما دي امراض بتتنقل للكلاب. المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ اه طبعا يا باشا معايا. طيب حلوه. ايه 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 هتعمل ايه؟ هتدلق الميه على الكلب؟ لا بس كانت هتقع. كانت هتقع. ادخل. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي، انا الدكتور مجدي الديل، اخصائي في علاج الكلاب اللولو والجرفون، ماجستير في علاج كلاب الصيد، دكتوراه في علاج كلاب الحراسه، وزميل كليه الكلب البوليسي، وعضو الجمعيه الدوليه لكلب البحر. اكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك لما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالج كلب البحر برضو يعني. حضرتك تقدر تعتبرني ملزمه في علاج كل انواع الكلاب الاليفه. يا سلام. طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكله في الكلب بتاعنا ان شاء الله. معاك روشيتا؟ اه اتفضل هي حضرتك. كشف باسم الكلب سوني. خير، بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك. وايه شرفك انت؟ انت دكتور؟ ده عيان وحالته متاخره كمان. ايوه حضرتك انا واثق ان حالته متاخره، بس ده ان شاء الله هيحتاج علاج طويل او حالته ميؤوس منها خالص، لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو. اتفرج حضرتك. ياه ده حالته صعبه خالص. طمنا يا دكتور، عنده ايه بالظبط حضرتك؟ للاسف الكلب عنده كرومبولي على المخ، واحتمال نعمل له عمليه نقل مخ. نقل مخ؟ لا بقول لك ايه يا دولا بقى، ما تقعدش تبص لي يا عم، انا مخي بقى مش هيتنقل لحته تانية يا دولا، انا مش ناقص. وبعدين يا دولا انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام. لا يلا، نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجه هو ده اللي غلط، لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابني. طب بص يا دولا، ايه رايك ننقل مخ القطه دي للكلب ده؟ لا ساعتها هيبقى كلب مقطقط. غلط. لا يا دولا، ما ساعتها برضه هيبقى مخ الكلب ده في القطه دي. ساعتها هتبقى قطه بنت كلب. لا ما ينفعش. انت مخك ناخده ننقله الكلب ونخلص بقى. طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جزمه. ايه رايك؟ من الواضح ان الكلب تعرض لضغوط نفسيه شديده الشده اثرت على عقليته الباطنه، وطبعا اثرت على وظايفه الحيويه اللي بالتالي هي الكلاوي والكبده والمخ. يا سلام.